انه هل اذا انا بتمرن تمرين زياده على العضله راح احرق الدهون اللي عليها؟ يعني مثلا الصبايا عندهم دهون بمنطقه التراي هون، هل اهلا وسهلا فيكم في القناه في يوم جديد. هلا موضوع الدهون الموجوده على العضلات وحرقها مع التمرين، هذا الموضوع كتير مهم. كمان من الأسئلة، يعني أنا بحاول هلأ الأفكار اللي أنا طالع فيها للفيديوهات عشان أبدأ فيها كبداية، هي أكتر أسئلة بنسألها من المتدربين عندي أو اللي سألتها خلال السنين الماضية. هذا السؤال كان من التوب 10 دائماً بيجي، إنه هل إذا أنا بتمرن تمرين زيادة على العضلة راح أحرق الدهون اللي عليها؟ يعني مثلاً الصبايا عندهم دهون بمنطقة التراي هون، هل إذا أنا ضليتني أتمرن تراي راح أحرق هذا الدهون اللي هون ولا لا؟ نيجي للفكرة، فكرة الدهون بشكل عام بالجسم. هلأ الدهون عندك هي مجمعة فوق العضلات. أول شيء أنت في عندك عضلة، هاي العضلة موجودة هون اللي هي هاي مثلاً، وفوق هاي العضلة في دهون وفوقها نيجي للجلد. هلأ إذا أنت ضليتك تتمرن على نفس العضلة، اللي بصير عندك إنه العضلة هاي بتقوى وبتشد، الدهون اللي عليها ما بتروح من التمرين. هاي جواب السؤال، الدهون ما بتروح من التمرين. ليه؟ طلع على الموضوع، خذوا بهاي بأبسط موضوع. إذا شخص كان ناصح ومعبي، يعني خلينا نقول ناصح عنده overweight، كان وجهه من هون مليان، فهي هون عنده دهون كتير بوجهه صح؟ لما يجي ينحف، يعني إذا بتعرفوا أكيد بتعرفوا، إلا ما بتعرفوا شخص أو شايفين شخص إنه كان ناصح ونحف، لما بلش ينحف بلش جسمه ياخد الدهون من مناطق مختلفة، منها كانت منطقة الوجه، فبتلاقي إنه وجه نحف. يعني لما أنت بتشوف حدا نحفان بتقول له آه فكرة نحفان، وجهك صغران مبين عليه. فأنت لما شفت هذا الشخص نحفان وجهه صغران، طب هل هذا الشخص بروح قاعد بيعمل تمارين للوجه؟ هل قاعد بيعمل تمارين خدود وتمارين حواجب وتمارين سوالف؟ لا طبعا، الجسم عماله باخد دهون من مناطق معينة هو بحتاجها شوي شوي، كل مرة الجسم عماله بسحب من منطقة معينة. بشكل عام الشباب عندهم آخر منطقة بنسحب منها اللي هي منطقة البطن والخواصر، الصبايا اللي هي الأرداف واليدين من وراء. أنا حكيت في هذا الموضوع من قبل بس هلأ حبيت أعطيكم التفاصيل كاملة عليه. هلأ نفهم شو اللي بيصير بالعضلة. العضلة هي عبارة عن ألياف، الألياف هاي لما إحنا نتمرن بنعمل فيها تمزقات خفيفة، التمزقات هاي الألياف بتفتح عن بعض زي هيك، لما أنت تعطيها النيوتريانس اللي لازمة لإلها بترجع بتبني، فإحنا هيك صرنا نبني العضل. فالناس اللي مش ماشي على دايت معين اللي بيساعده إنه ينحف أو يحرق دهون ليدخل بمرحلة حرق الدهون، عماله ببني عضلات، ففي ناس بتلاقيهم باني عضل منيح هيك مبين عليه يعني وحش، بس لسه ما فيش عنده تفصيلة، ما فيش عنده يعني اللي بيسموه بعالم البادي بيلدينج التنشيف، مش منشف بس ضخم، في عنده عضل مبين. هذا ليه؟ هذا بيرجع لموضوع الأكل. فإحنا حرق الدهون كله من الأكل. البرامج اللي حتشوفها، حتى إذا بتروح عندي على الويب سايت راح تلاقي برامج مكتوب عليها برامج خسارة الوزن، وفي عندك برامج اللي هي لها علاقة بالبلكي هلأ أو الضخامة. هدول التنين إذا أنت ماشي على برنامج خسارة الوزن وعمالك بتاكل الأكل تبع الضخامة راح تضخم، وإذا أنت ماشي على برنامج الضخامة وعمالك بتاكل الأكل تبع خسارة الوزن راح تنحف، مش راح تزيد عضلات. بس إحنا الفكرة وين؟ الفكرة إنه بالبرامج تبعت الضخامة في لود زيادة شوي على العضلة، في أوزان أعلى بتنرفع على العضلة بطريقة معينة. بالبرامج تبعت خسارة الدهون إحنا بنحاول نكون في عدد دقات قلب معين اللي هو يكون أعلى شوي، نعمل شوية انترفلز، نعمل يعني في إله طريقة بتساعد إنه الواحد ها يحرق زيادة شوي، هذا في إله طريقة بتساعد إنه يبني عضلة شوي. بس بالنهاية الموضوع عندك هو موضوع الأكل. إذا أنت عمالك بتاكل الأكل بناسب هذا البرنامج راح تاخذ النتائج تبعت هذا البرنامج، إذا أنت بتاكل الأكل اللي بناسب هذا البرنامج راح تاخذ النتائج تبعت هذا البرنامج. فركزوا كتير، موضوع الأكل هو موضوع كتير مهم. بس نرجع موضوع حرق الدهون على العضلات وفي الجسم،
الجسم باخذ من وين ما بده مش من وين ما انت بدك، لانه لو هيك الموضوع كان الناس كلها صار عندها سكس باك، كان ضلنا نتمرن بطن طول النهار والليل ولا احلى منها الدنيا، وبكون الواحد موضوع عنده سهل. هلا من اكثر الاشياء اللي بتحرق دهون، يعني بتيجي لشخص تسمع لمدرب، ممكن تسمعني انا بحكي على المعلومه، انه والله اذا بتمرن تمرين الرجلين انت من هاي تمرين الرجلين من اكثر الاشياء اللي بحرق دهون. طب كيف؟ ما انت هلا حكيت الجسم باخذ دهون من وين ما بده، صح، بس اللي انا بحكيه انه انا تمرين الرجلين، بما انه الرجلين هي من اكبر العضلات الموجوده، هي اكبر مجموعه عضلات في الجسم، فانا لما عمالي بتمرن تمرين الرجلين عمالي بحط افورت كتير عالي. يعني نرجع للفيديو اللي قبله اللي حكينا فيه انه انا عمالي باخذ طاقه، بحتاج طاقه كتير عاليه اني اطلعها من جسمي اللي انا بذلتها، المجهود اللي انا بذلته اكثر من الطاقه اللي هي عمالي باخذها من الاكل. فالجسم رح ياخذ من الاستورج الموجود عنده، رح ياخذ من الدهون الموجوده عنده. هل معناها انه انا اتمرن رجلين كل يوم؟ لا، لانه بنجي لموضوع الريكفري اللي رح يكون في موضوع فيديو تاني. بس